بقول لك ايه، ملوش حل، بركات. لا مشكله مشكله خفيف. لا لا كارثه كارثه. طب ايه موضوع الجل ده؟ هو بركات كان على طول بيجيب جل كده نوع معين نظيف يعني. فكان كل اللعيبه تخلص التمرين ودلوقتي اللي هو كل واحد عمل له ايديه كده عايز جل. كل واحد عمل له ايديه، هو راح اختصر وراح جاب ايه جل اللعيبه لكل لعيبه كلها فحطها في الدولاب. الدولاب بتاعه بس فسايب معوض الجل بتاعه خلص، فراح قال له يا نجم الجل خلص يا نجم، عايز تاني؟ عايز يجيب له تاني؟ لا لا سايب معوض سايب معوض. قال له يا نجم الجل خلص، عايز تاني يعني؟ طب وائل جمعه ايه؟ كان بياخد جل برضه؟ لا جل يوم الجمعه لا لا لا. احمد سيد في المعسكرات دمه خفيف جدا، هو يعني بيقول لك ايه الفكه بتاعت المعسكرات. عايز في موقف عايز افكرك بيه. تعال. كان في معسكر، كان معسكر هولندا صح؟ هولندا. معسكر، طب احكي لنا كواليس دي، الجماهير النادي الاهلي اول مره تسمعها. دايما بيبقى في المعسكرات في حاجات دمها خفيف كده. وائل بيزعل. لا لا وائل بيزعل مني. لا احنا كنا قاعدين في هولندا، فكنا قاعدين في مقاطعه كده ما بين هولندا وبين المانيا. فسبحان الله يعني الخطوط كلها فصلت، شبكه التليفون فصلت. وكابتن وليد صلاح الدين كان معاه شبكه لوحده. هو الوحيد اللي كان معاه الشبكه دي، هي الوحيد اللي شغال. بس فاحنا كلنا قلنا خلاص هنتكلم من عندك، الفريق كله هيتكلم. ما فيش شبكه خالص، واحنا مش عارفين نتكلم، مش عارفين نتواصل مع حد في مصر. هو الوحيد اللي معاه الشبكه دي، واحنا كلنا شبكات تانية خالص. فدي الوحيد اللي شغال. قلنا نتكلم خلاص. هم كنت قاعد انا وخالد بيبو مع كابتن وليد صلاح الدين، فدخل وائل جمعه جاب ستوب ووتش معاه عشان يحسب هيتكلم قد ايه بالظبط. ما كانش بقى في ساعات بقى زمان ما كانش في تايمر موجود في البتاع. فاحنا قاعدين قلت عارف خالد بيبو بقى اما بيضحك ما بيفصلش ما بيفصلش. هم قاعدين فوائل دخل راح متصل، ايوه مش عارف كان لسه خاطب، ايوه وتمام، وماسك الستوب ووتش في ايده كده عشان يتكلم عشان يتكلم عشان دقيقتين يحسب الوقت بالظبط. ما كانش في تايمر عشان دقيقتين. فطبعا اول ما رد راح دايس على طول، ايوه تمام مش عارف ايه تمام. فده بدات تخش بقى في ايه دقيقه ونص، دقيقه 40 45 50. فبدا هو عايز يقفل عشان الدقيقتين. ماشي يلا سلام سلام سلام. راح سايب التليفون مفتوح قافل الستوب ووتش والتليفون عمال يعد. اقسم انا وخالد بيبو قعدنا ضحك مميت. اصل عارف ايه الثقه والفرحه ان هو ايه قفل قبل بالظبط الدقيقتين. راح قافل الستوب ووتش وساب التليفون مفتوح بيعد الثواني عليه. ده احمد سيد بيحكي جزء يعني من حكاوي كتير جدا بتحصل في المعسكرات، ودايما معسكرات النادي الاهلي بيجمعها روح الحب طبعا والود ما بين اللعيبه وروح الاحترام. ده بيبقى خارج الملعب، لكن طبعا بيبقى جوه الملعب بتبقى العمليه يعني تحدي دايما كلنا كبير. احنا اصلا يعني الميزه اللي كانت فينا وكان المستر مانويل كان بيعملها لنا اللي احنا كنا قبل الماتش مش مشدودين خالص، ودي كانت بتفرق معانا جدا في الملعب. طول ما انت مشدود بره الملعب، طول ما انت التوتر ده هتنقل لك جوه الملعب. احنا كنا بننزل احنا لدرجه احنا في اوضه اللبس كنا نقعد نهزر ونضحك ونقعد انت فاكر الماتشات كنا بنقعد نهزر ونهائي افريقيا نقعد نهزر. فبننزل الملعب انت نازل مهيئ مش مضغوط. في مدربين تانيين بيقعد قبل الماتش ما تتكلمش ما تفتحش بقك، تقعد مش عارف ايه ساكت ما اكنك في مدرسه. فانت غصب عنك هو بينقل لك التوتر بتاعه. مستر مانويل كان الميزه اللي فيه ان هو حتى لو متوتر عمره ما يحسسك ان هو متوتر. كان دايما كلمته يقول لك انزل استمتع بالمباراه. لو استمتعت هتوصل الاستمتاع ده للجمهور طبعًا. كمان كلمه كان بيقولها على طول لما كان الجمهور يقولها، دي مش كوره دي مزيكا. كان يعملها لنا يعمل لنا البتاع كده، دي مش كوره دي مزيكا. يقولها بالعربي دي مش كوره دي مزيكا يعملها لنا. لان هو فعلا يقول لك اي شغل في الدنيا يا اسامه طول ما انت بتستمتع بيه هتطلع احسن ما عندك. طول ما انت بتشتغل وانت خايف عمرك ما تطلع اللي عندك في اي حاجه اي مجال في الدنيا. فدي كانت حاجه كويسه ان احنا كنا كمان يعني سبحان الله الفرقه بتاعتنا يعني كم من الناس اللي كان دمها خفيف في الفرقه مش طبيعي. كله يعني حتى انت يا اسامه الناس اللي كانت فاكراك ان انت شيخ وبتاع انت كنت لا اسامه من الناس اللي يعني المسخره تهزر وبنقعد نهزر وبتاع. يعني في ناس يعني ابو تريكه حتى ابو تريكه كان بيهزر ويقول افيهات. فاحنا كنا ده الجو اللي بيسود في المعسكرات جو. واحنا فاكر انت لما كنا في المطار نقعد نلعب اونو على نفرش على الارض نقعد نلعب اونو احنا مسافرين افريقيا ونجيب اكل معانا. فاحنا كنا عايشين فتحس ان انت كنت مهيئ نفسك للكوره. طب انت قلت لي في البدايات كابتن مختار المختار وقف جنب احمد السيد اداله الفرصه لما هو طلع الفريق الاول. عايز اتكلم بقى معاك في مشوار احمد السيد. ما شاء الله انت بتتكلم في 26 بطوله 26 بطوله، كام دوري وكام كاس وكام افريقيا واخد سبع دوري وخمسه افريقيا واربعه سوبر وكده سبعه وخمسه اربعه سوبر افريقي 12 واربعه سوبر افريقي سوبر محلي اربعه سوبر افريقي كده بقى 16 وسوبر محلي كاس مصر
كاس مصر لا هي مش فاكر الحد وبطوله افريقيه مع المنتخب البطوله الاغلى عند احمد السيد.